تفضل استني. اهلا وسهلا. اهلين. تفضلي. ميرسي، كلك ذوق. دوريان. ميرسي. ما كان في داعي تعذب حالك ابدا. ابدا ما في عذاب. انا حدا بحب الورد كثير وخاصة الابيض بتفائل فيه، فقلت بجيبهم معي قبل ما نمضي الكونترا. ليش في احلى من الورد؟ بس انه يعني ليش انا ورد احمر وهي اوركيدي؟ هيدي قصة طويلة، ببقى بخبرك عنها بعدين. ليه بعدين؟ خبرني هلا. لأنه كل شيء بوقته حلو. اوكي. تفضل تفضل. ميرسي. مسيو عامر، هيدا نسخة عن الكونترا. هلا اكيد في معلومات عن حضرتك وعن شركتك لازم المحامي يعبيهم، وان كيس عنده اي ملاحظات اكيد بيقلنا عنهم. انا ما عندي محامي، انا محامي نفسي. انت يمكن ما بتعرفي انه انا دارس محاماه. والله ما كنت عارفه. في كثير قصص بعد ما بتعرفوها عني، واولهم اني بحب القهوه المره. ما تواخذنا، ثواني يلا. كأنك ما بتحبي الأوركيدي لهيك حطيتيه على الطاولة؟ زهر كله ما بيعني لي. غريب، أول مرة بشوف مرة ما بيعني لها الورد كله، شو اللي بيعني لك؟ شغلي. شغلي بيعني لي، ويعني كل ما بنسرع بالكونترا كل ما بنبلش بالدعاية أسرع. إذا مفكرة إنه بهالطريقة اللي عم تعامليني فيها عم بتبعديني، كوني كثير غلطانة، أنت هيك عم تعلقيني أكثر. سوري، ما فهمت. بلا فهمت، انت بنت ذكية تلقطيها على الطاير. انا حشوف الكونترا وبدي اقول لك تليفون بخبرك ملاحظاتي. يي فيليل، ما شربنيك قهوة وما حكينا بعد بالكونترا؟ بسيطة، بشرب القهوة انا عم شوف الكونترا ببيتي. طيب اوكي. ما عليك. باي. شو صار؟ شو عملتي؟ اوعى تكوني هشلتيه. لك ان شاء الله يكون هشل، لانه هيدا جاي يطحش علي. انه جاي يشتغل. شو هالنشاط هيدا؟ من وقت ما جينا على الشركه، ها اول مره بشوفك معجوقه وعم تشتغلي، مش حاطه ايدك على خدك وناطره سيف. فاتن بليز، كل ما عم جرب انسي عم بتذكريني فيه. هلا بدك تقولي لي انك انت نسيتيه؟ ايه. أنا قررت أنسيه وكمل حياتي. من هيك عم بشغل حالي بالشغل. بس حضرتك عم بتذكريني فيه كل دقيقة. بليز، إذا عندك شيء خاصه بالشغل نحكي فيه بنحكي فيه، إذا لا خليني أكمل شغلي. طيب، أوكي. شو بخصوص عامر؟ دق لك؟ حكاك شيء عن الكونترا؟ لا ما دق. يا عين. ما يكون غير رأيه هيدا. ما يكون بطل بده يشتغل معنا من غير شيء انت تلأمنت عليه وهو معجب فيكي. يستصل هو الخسران. لا مش هو الخسران، نحن الخسرانين. نحن اللي بحاجة نشتغل معه ونمضي كونترا جديد. نحن اللي بحاجة لشغل. شو بدك فاتن؟ يعني بدك اني اعطي وجه وهو عم يتمادى معي؟ مش هيك عم قول، انا عم قول انه لازم نمضي الكونترا تنأمن عليه. عن جد نحن من امتى نلحق زبوناتنا بهالطريقة؟ أنا مش عم قلك تظهري معه، أنا عم قلك ما تتلأمني عليه تما نخسر الزبون. بعدين شيلي قصة الشغل على جنب، هو شاب منيح ما بو شي، مش يمكن إذا تقربتي منه تنسي سيف؟ فاتن بشرفك، روحي على مكتبك وخليني أكمل شغلي، بليز وبلا هالحكي البلا طعمة. شو؟ دق ولا بعد؟ مين بده يكون؟ عامر؟ لا بعد ما دق. يا ربي ان شاء الله ما يكون غير رأيه. فاتن بليز روحي على مكتبك، بس يدق رح خبرك دغري. طيب دقي له انت. لا ما رح دق له.
ليه ما بدك تدقي له؟ هيدا شغل نايا شغل. اها، وبما انه شغل نحن من امتين نلحق زبوناتنا بهالطريقه؟ من وقت ما صرنا بحاجه لالن. دقي له دقي له، اساليه عن الكونترا. انا ما عم اقول لك دقي له لحتى تسلمي عليه. ليكي فاتن، انا بعرف شغلي كثير منيح وانا ما رح دق له. اولا لانه رح يفكر انه عم بتحركش فيه، لانه اصلا في هالموال براسه، وثانيا بعتقد انه لشغلنا كمان مش منيح انه ندق له، وانا اكيد انك بتعرفي كثير منيح ليش. شو فاتن؟ طولين؟ ما عندك شغل بمكتبك؟ لا ما عندي. قاعدة هون ناطرتك لحتى تدقي لعامر. إيه لكن رح تنطري كتير.